مش عايزين نبقى زي سوريا ولا ليبيا ولا العراق ولا البلاد اللي اتفتتت، عايزين نبقى كلنا ايد واحده بحيث ان العالم ما يتمكنش مننا. الان امام الشعب، وهو ايضا يعني يخلف مجموعه من الرؤساء المصريين، وكان ايضا الرئيس محمد انور السادات من رؤساء مصر العظام الموجودين. لو كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي. ربنا يحميه ويوفقه لصالح مصر. يعني بيتكلم كلام، انما لكن المجلس ككل بيعمل عمل جيد. حضرتك شايفه مصر رايحه على فين؟ طول ما احنا ان شاء الله متحدين، طول ما احنا ايد واحده في ظرف سنه ونص نتيجه حضرتك بتطالب الشعب المصري بالانتظار عام ونصف حتى يرى الامر وهيشوف النتيجه. والقيادات السياسيه توجهها رساله بايه؟ يعني تنصحيها انها تتفادى لهم ربنا يوفقهم، انا بدعي لهم ربنا يوفقهم لصالح. بزوجي البطل اللي خد قرار السلام في وقت كان صعب ان الواحد يتكلم عن حرب او سلام. هو خد قرار الحرب وحارب وانتصر، وبعد كده ابتدى يعمل سلام، وهو الند للند للعدو، ما هوش اقل منه بل بالعكس، وانتصر عليه فبقاش يقدر يملي عليه اي حاجه، وعمل سلام عشان يحمي جنوده من انهم يقتلوا يعني في حرب وحمانه. تصوري ان لو كان انور السادات ما عملش سلام لغايه النهارده، كان زمان سينا دي نصها مستوطنات، كان زمان الناس اللي بتقول ان احنا ضد السلام وضد كامب ديفيد يعرفوا ازاي يقولوا لنا كان ايه البديل. البديل ايه؟ كان زمان النهارده المستوطنات ماليه سينا، وكان زمان بقت اصعب جدا، وكان صعب جدا يحصل اتفاق. فالحمد لله هو حمى مصر وحمانا كلنا. ايوه انا سعيده بالاحتفال السنه دي، اول مره يبقى احتفال وكان انور السادات بينا، يعني كانه بيشاهد هذا الاحتفال وبيشاركنا الفرحه بتاعه انتصار اكتوبر وانتصار الجيش المصري ورجوع ارض سينا لينا ورجوع مصر كلها لينا. فانا فخوره وفرحانه بهذا اليوم وسعيده بشعور الناس الحقيقه ومتحضره. طب شايف ان في اوجه تشابه ما بين الزعيم الراحل انور السادات والفريق عبد الفتاح السيسي؟ طبعا انور السادات انتصر ورجع الارض ورد لنا كرامتنا ورفع من معنوياتنا واحساسنا. انور السادات قائد منتصر، وكذلك الفريق السيسي قائد منتصر، رجع لنا مصر. مصر كانت اتخطفت لمده سنه، رجعها لنا الفريق السيسي، فهو قائد منتصر بالظبط زيه. بقول يا شعب افرح فعلا وعيش الانتصارات دي، وحس ان بلدك وجيشك واقف جنبك ومنتصر، وان احنا مش محتلين ابدا، بالعكس احنا عندنا حريتنا وعندنا كرامتنا مردوده لينا. فيعني من حق الشعب المصري يفرح وما يعملش لا مظاهرات ولا الكلام الفارغ اللي احنا بنشوفه من قله قليله جدا. نتكلم في المواقف الصعبه ونشوفها في ايام الاستبداد وايام الانتخاب وايام الصعوبات، واقفه توابير 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 لجانب الرجل، ان المراه مع الرجل يقفان معا لمسانده مصر ويقفان معا في حب مصر. فانا بقول ننزل في شهر مارس اللي جاي، احنا فيه بسرعه، ننزل عشان نقول ننزل حبا في مصر، ننزل حبا في مصر، ونقول للعالم كله ان احنا واقفين ايد واحده. احنا مش شعب منظم ولا شعب مفتت، لا، احنا شعب واحد، رجال ونساء واقفين. ما ننساش شهدائنا، ما ننساش الجندي والضابط سواء للجيش او الشرطه اللي ضحى بنفسه مات. مهما عقوهم لو كتوم ملايين الدنيا كلها، لا تساوي دخول الاب او الزوج على زوجته او اولاده في البيت وهم قاعدين ينتظروه. دي اتحرموا منها،
بتحرمهم بتحرمهم من أغلى شيء في الدنيا، وتقف أمهات تربي أطفال لوحدها بدون أن يكون الزوج بجانبها. أنا شفت عندي في البيت زوجات شهداء والله زوجة عندها 23 سنة وتحمل طفل على إيدها وزوجة شهيد. شوفي ده مستقبلها إيه اللي بدأت بإن تحمل زوجها ويطلع ابنها ما يعرفش أبوه. لو الدنيا كلها لأهلها مش كفاية، مش كفاية على زوجة وأم الشهيد اللي شفتها.